السلام عليكم خوتي، كلكم بخير ان شاء الله، تكونوا بخير وبالف خير ان شاء الله. اليوم جينا نتكلموا على السانكاترون جي تي اي. كاين بزاف ناس عندهم سيارات اسيويه وباغيين يديروا هذا الزيت لانه هو افضل زيت يندير السيارات الاسيويه في محركات البنزين في ليسونس. هذا في البنزين، اي واحد عنده سياره اسيويه كيما نقولوا نيسان ولا كيا ولا اي ولا هيونداي ولا يروح في الكتالوج غادي يلقى الزيوت اللي طلع مثلا ديسكارون سان كارون كاع تحت يكتبوا له الافضل زيت لهذا المحرك هو سان كاترون. كاين يكتبوا له جي اف 4 فما فوق، كاين يكتبوا له جي اف 5 فما فوق، على حسب لاني نقدم شويه بالك تيهم جي اف 4 فما فوق، 2018 بالك تيهم جي اف 5 فما فوق، بالك الجد اللي غادي يخرج دروك تيهم جي اف 6 لان الزيت هذا راه يتطور كل عام، راهم يجدوا يديروا له ميزاجور. دروك راهم كاين جي اف 6 ا وكاين جي اف 6 بي. هذا جي اف 6 بي حكايه كاود اخرى، بصح في 540 راهم في جي اف 6 ا، ستادير لا ريفيرونس هذا هو اللي تحقو نتايا، وهذا لا ريفيرونس اللي نعرفوه كان في 540 فقط، يعني في 540 هو اللي ما كانش في 540 ولا في الديس 40. صافي الواحد عنده سياره تنقص شويه ما يقدرش يديرو، غادي تكونسومي لها السياره تاعته وتكونسومي لها الزيت. اليوم هذا هو الزيت اللي كنا نتكلموا عليه 540. اليوم دخلنا منتج جديد الله يبارك، شركه تاع ياكو خرجت واحد يسمعتو ها هو ديسترونت. ديسترونت في نفس المواصفات اللي كانت في 540، نفس المواصفات. نجيو هنايا راهي جي اف 6 ا نفس المواصفات. ديروا هذا هذا نشوفوا، هذا ديسترونت جي اف 6 ا وهذا 540 جي اف 6 ا. شوف اس بي ار سي، اس بي ار سي. شوف هنايا، نجيو هنايا ندورو هنايا، نجيو هنايا ويل 100% سينتيتيك. نجيو هنايا كيف كيف ويل 100% سينتيتيك، يعني ما كانش فرق بينهم برك. هذا ديسترونت يوالم شويه الناس اللي عندهم شويه كونسوموسيون تاع ماشي 5 لترات ولا 3 لترات بالفيدونش بالفيدونش، يعني اللي عنده كونسوموسيون شويه وخايف اللي يدير 540 وتنقص زياده يدير هذا الزيت، وراه اقتصادي بزاف في الوقود، غادي يعاونها بزاف في الوقود، السياره تاعو تبدل في التراش تولي ما شاء الله. المنتج هذا راه متوفر، جماعه اللي بعد مرحبا فاني نقدر نوصلهم كاع الولايات، برك يبعثوا لنا على الواتساب. مرحبا بالجميع، مع السلامه.